شكرا لك ابو تركي. انا في كلامي قرقر هنا لو يجي ذبان يسكر المايك قايله قايله قول لا تخلي في شوف انا قلت قبل شوي انه عمل الادارات عمل تراكمي. اليوم على فكرة في السوشيال ميديا وسناب سامي وسناب ياسر القحطاني ومحمد الشلوب كلها منتشر النوم عند معالي المستشار تركي آل الشيخ رايحين بالكأس. أنا اللي أبغى أقوله أنه أي إدارة تكمل المسيرة الإدارة اللي قبلها في أي إدارة. اليوم اللي الآن موجودين في منزل أبو ناصر معالي المستشار ما ناقصهم إلا محمد بن فيصل، حتى التوليفة حقت الإنجاز هذا تكتمل. أبو ناصر الله يذكره بالخير لما كان رئيس الهيئة سجل موقف رائع جدا في دعم الهلال وغيره من الأندية إلى أن خلقت هذه التوليفة اللي تقهر أي فريق. أوكي؟ محمد بن فيصل لعب الفريق معه لين ما وصل إلى دور الـ16. سامي الجابر الأسطورة سامي الجابر اللي برضو لابد من صفة لما كان هو من أعد الفريق الموسم اللي راح، واليوم لما تتكلم عن الأرقام الصعبة في تحقيق أهداف الهلال، أهداف الهلال أتكلم على أرض الواقع فنيا، جوميز كيرلو كلهم جو وقته، جوفنكو جو وقت محمد بن فيصل. هذا ما يعني أننا نقلل من مستوى العمل الإداري الرفيع جدا في إكمال المسيرة إلى أن أصبح دوري أبطال آسيا أزرق 100%.